شوف آية ايش راح تقول. مرحبا. يا هلا وسهلا. شلونك؟ يا هلا وسهلا. اسمك؟ محمد. محمد متزوج؟ الحمد لله. كم طفل عندك؟ بنت ولد. بنت ولد؟ نعم. لهجتك كردي؟ أنا كردي من أهل دوك. أهل دوك. هلا والله. لكم. يا هلا. اليوم عندنا موضوع عن الحسد. نعم. تؤمن بالحسد أم لا؟ بلي طبعا. تؤمن؟ شلون؟ هم محسود؟ يا ستار الحسد. يا ستار الله يبعدك عن الحسد. نعم. أحد حاسدك يعني من قرايبك من أصدقائك شوفه هو دائما يحسدك. طبعا. عينه عليك. هو الحسد من يجي لك الحمة تيجي من الرجلين. صحيح. يعني صحيح. القرايب. صحيح. يعني من القرايب. إيه يعني الغريب. القرايب عقارب. يعني الغريب ما يعرفش عندك شو ما عندك. صحيح. بس مرات هم يحسدون. طبعا طبعا طبعا. صديقك يشوف عندك فلوس سيارة يقول إن يا لا وبعدين. نعم. وحتى هو باين علي آية باين علي وش أصفر. باين علي. إي وش أصفر. ما هو محسود. عزموا علي. يحسد. والله يجوز هو الانسان شلون ايه يحسد قصدي شايفين هو الانسان شنو تحسد عمو والله لا عيونه مو خضر لا والله والله بس عيونه خضر اي بس عيونه خضر لا 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 مو شرط مو شرط العيون يعني يحسد لا بالعكس هي لون ملون مبين الحسد يعني صحيح زين بعد شنو عندك سؤال خلص لك سؤال يلا تمام زين سؤال ها يعني انا وياك جاوب عليكم جواب يخبل ان شاء الله اوكي ليش خلوا سكك حديد للقطار؟ حتى تمشي القطار به؟ شلون؟ حتى يمشي القطار به؟ بعد؟ عمود يطقطق به؟ او حتى يوصل العالم المكان اللي يريده؟ لا غلط. حتى القطار لا يتي. قوية. شكرا لك. شكرا لك وشكرا مشاركتك. تحياتي والله يبعدك عن الحسد ان شاء الله. تحياتي لك وتحياتي لاهل دهوك. حبيبي. حبيبي الغالي. خذ راحتك قلبك. وياكم اعزائي المشاهدين. وروح إلى فقرة الهيدفون.